تسلم مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة شحنة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمراكز غسيل الكلى بالمحافظة. وأشاد الوكيل المساعد للمحافظة بالدعم الذي قدمه مركز الملك سلمان في عدد من القطاعات ومنها قطاع الصحة، منوها إلى أهمية هذه الشحنة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي في عمل ونشاط مراكز غسيل الكلى في كل من عتق وبيحان وعزان، مشددا على ضرورة وأهمية استمرار هذا الدعم الأخوي لضمان استمرار هذه المراكز في تقديم خدماتها الطبية لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة. ندش اليوم المرحلة الثانية من دعم المملكة العربية السعودية في الجانب الصحي، وهذا ليس غريب عليهم ودعمهم سابق، ونتمنى منهم المزيد. تقدم لهم باسمي وباسم السلطه المحليه الشكر على كل ما يقدمونه لمحافظه شبوه في جميع المجالات، وهذا الدعم الصحي.